شغل مال شغل مال شغل. لا عندي عندي عندي. يا ناس يا كثر الشو. يا ناس احبه احب اسمع يا ناس يا كثر الشو. خليك حق تشوي. طيب اجل خلي الكهرباء والكرك عقب الشوي. طبعا طبعا طبعا. يلا احنا الحين هذا حق الشوي تجيبه. الشوي خلوه حق يلا راح. وشيء يعني خرافي. ما يذوق العز خمام الوشاي. اسمع اسر يا شاري. يا تعال 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 تعال. قل ضبطني يا ريان. ضبطني شف شف شف. اوف يا اخي بيض الله وجهك. صراحة يا ابو يا اخي انت شيختك غير بس الله يستر من الاوتسايد لكن والله العظيم اني ايش يعني. بس انا شيختك غير. صراحة شيختك غير يا ولد. انت بتحسبون تحسبون الشيخ والله تتعب والله تعب صح؟ شوف ما رقدت عشان اضبطكم. ضربت مش بلها صح؟ بحلولها بحلولها بحلولها. طيب هذه مع بطاطس ولا لا؟ احس انه زودها شو هذه كنا بطاطس هذا هذا كنا بطاطس ذي شو؟ صح؟ هذه بصله نصها لا يا شيخ والله انا انا او هذه انه اي والله بطاطس ليش؟ هذه تشويها كذا الظاهر حمضيات كنا حمضيات الله يسعدك امشكه جايبه بارد يا شيخ يا اخي انت شيختك مي باسبوع وبس انت شيخ من الله يبيض وجهك ما يزول اولي طبعا كل بينا انا اخذت بيبسي صح؟ يلا قمشوا انا اخذت حمضيات قمشوا يلا لين انا ابي بيبسي ها؟ ريان قمشوا يلا خلني اكل والله قمشوا على طول كذا قمشوا انت الحين صدمت ما شاء الله تبارك الله باقي ويتمدد ترى باقي داخل حول التسع مدري ثمان ارني شفتها 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 قبل شوي على الباب وين شد العامل اقول هذه حقت من؟ واتذكر كلمتك وانت قلتها قلت انا مسوي لكم كرامه والعيال عيوا قالوا نبي شيء غير وانت قلت ابشروا بالمشاوي هو ما هو قلت يا ولد خلني اشوف هو يجيبها ولا لا طلعت حيد العين شنو سعدك حيد العين والله هو حيد العين من قبل يجيب المشاوي حد بالله ابو ناقي ذا بس مع المشاوي حيد العين بعد تربيع يعني مع حمويات حيد العين سيف وي سيف وي سيف في 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 وكره ياه يا بروتة شيء غير طبيعي يا الله يا رب ادم هني يا ولد شوف 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 والله الزوال بحمصه بدنيا ابو مره كلها بحياتي والله انه صعب يتكرر اليوم ذا والله انه صعب والله اليوم ذا من الساعه 4 23 دقيقه الى الان لن يتكرر من الساعه 4 الى الان سلطان ابن سلطان ابن سلطان ابن سلطان انا اشهد سعيد سعود مره طاري ولله الحمد هذه ما علمتوني عليها لازم تعلموني هذه سكريبت 76 ان شاء الله لازم تعلموني عليها قعدت معها الله يستر لا اطلع انا بس لا زايد زايد لا شفت انت طلعت انت ايش تسوي؟ ما في كلمه حقت جروب الدعم جروب دعمنا سعود وسعيد بقولها انا لا علمنا قلت ترى يا الربع والله لا اقولها يا طلع هذا بياخذ مركز على السجل النهائي احفظها عليك ترمذي باذن الله يا رب يا كريم يا رب باذن الواحد الاحد يا كريم يا رب باذن الله وان شاء الله ان شاء الله انك تاخذ مركز بعدي انا الاول ان شاء الله بيبسي يا ابو انا اهم شيء اصلا وناق بيبسي انا والله اني اتحرى ان شاء الله اتحرى احد يضبطها موجود الشغموم ابو شهاب جمعت هرذاك واختار فيها الاول الاول معروفين انها لا يا زايد هم الاوائل ما ياخذون الا الرياجيل اللي ما ينمون القوايل صحيح يا امير صحيح يا امير اي معطوني من الشباب على 500 نقطه ايه 1005 انا معطت اليوم 1200 العصريه اقسم بالله لن يتكرر والله العظيم تعال ما عاد بقول بيبسي تعال ابرد من وجيه بعض شوف الناس شوف يا ابو شوف زايد شوف عليه طل انا تراني راسم في الزاويه الخابر جيت لقيتها فاضيه وعبيت الزاويه يا اخي شلون دريت انت؟ انا داس انا جنبي كل الناس تدري انا زايد تعال 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 يا زايد هاك يا زايد درجه درجه انا حاضر يا عيال ايش دراكم انا حاط الدولاب حقي زي كذا والله اني انا اللي حاط الكرتون لا تحلف والله انا اللي حاط خادع بيت لا تحلف الدايري انا لا الدايري لا انا جبتها هذا في زاويه ثانيه في زاويه اللي منها حسين في زاويه ثانيه يا 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 العين جمع بعض اصحاب الزوايا كان الزاويه اللي منها في واحد من الشباب ولا من الجلسه معطيني منها اليوم قوطي نفسه أي زاوية حقتي؟ الزاوية اللي من هنا اللي منه وين؟ عند دولابي ولا لا؟ ما فيه إلا هي والله ما فيه
حل دولابك. شفت انت تاخذ دولاب وراح على طول. يا عيال ايش دراكم؟ انا حط العصر قبل العصر مدري الظهر. والله اني يا ابو حسين انا امانه رجال ثقه. لا لا انت خابر يوم جيت. انا واخوياي اللي معي اللي معي في جلستي. حلوه. ورديت مكانها سته بيبسي وسته حمضيه. شفت انت يوم جيتك بالحمضيه؟ هو اللي هو اليوم الظهر. تعال انت اللي معلم محمد مناحي. استحيت منه. والله انت. والله انا سحر. انا سالته شوف سالته احسبه هو اللي قافطني. قلت له يا ابو ناحي انت دراك؟ قال شايفك ويغمز يعني قافط الوضع. عذر انت اللي معلمه يا اخوي. استحيت منه وشافه معي بارد. هو محمد بن ناحي شاكى عليك وهذا كبته على عمره. سبحان من شبك.